بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات مبادرة وجهة للتوجيه المدرسي والجامعي. في هذا اللقاء نستضيف وإياكم المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات، ويمثله الأخت أميمة الخراز. أميمة، مرحبا بك. مرحبا بك، تشرفنا بالمعرفة ديالك. بارك الله فيك. وكما جرت العادة أن البت الخاص بهذه الليلة سينقسم على مرحلتين. المرحلة الأولى عبارة عن سؤال وجواب ما بين المسير وممثل المدرسة، والمرحلة الثانية ستتركز على التفاعل مع تعليقاتكم. لذلك أطلب من حضراتكم وضع أي سؤال في التعليقات له علاقة بالمعهد. نبدأ على بركة الله. قبل التحدث عن المعهد، لابد من التعرف عن الممثلة. شكون هي أميمة الخراز؟ داكوغ، دونك أميمة الخراز هي طالبة كانت قرات بالباك، خديت الباك اون 2017، كنت في باك سيونس فيزيك. ابخي دونك الباك ولجت لهذا المعهد، هذا اللي هو المعهد ديالي صمالة، قريت فيه 2 سنين. ابخي من تما ديك الساعة كملت لا بروسيدور تاعي، كان في لاشين، كان في لونيفرسيتي جيان شي نورمال يونيفرسيتي. ابخي ديك الساعة كملت خديت عاوتاني ديبلوم في البيزنس انتليجنت، عاوتاني خديته في ليفيستي سيغما، اللي كانت ليفيستي سيغما بسطات، وخا قريت في كازا، كان تابع للمعهد في كازا. ابخي كملت الماستر تاعي اللي هو في ميكانيك دايغونوتيك، يعني الميكانيك دافيون، كملته في لاشين حتى هو في لونيفرسيتي ان سي اي، يعني نورث تشاينا فور الكتريسيتي ريسورس. وانا طالبة حاليا بالماجستير في ميكانيك طائرات. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسرك أختي. آمين، شكرا. علاش اختاريتي بالضبط هذا المعهد المتخصص؟ المهم صراحة من أول حاجة كان الحلم تاعي لو ديال لايغونوتيك، ولكن كنت حاولت تفاديته باسكو كنت كنسمع شي حوايج ما كنتش عارفة. الآفاق ديال لايغونوتيك ما كانش في المغرب، ولكن جاتني الفرصة وأنني زعمت ودخلت ليه الحمد لله، وكانوا الآفاق موجودين، كل شيء متاح. يعني لو فيت خصك غير دخل الحاجة عاد باش كتعرف ديك الساعة باللي راه ملي راه كاينه وداك الشيء، يعني ما الانسان ما يبقاش يسمع بزاف. هذا ما كان الحمد لله، تحلو افاق، تلاقيت مع ناس، كل شيء داز مزيان الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. السؤال التالي هو، شنو هو الهدف من التكوين داخل هذا المعهد؟ زعما الناس اللي كيتكونوا في هذه المدة، اش كيخرجوا من بعد؟ دونك الا جينا تنهضروا على المعهد اللي هو اسماله، اللي هو معهد هو اسماله لانستيتيو سبيسياليزي ماتيير ديرونوتيك دو لوجيستيك ايروبورتيير، هي هاد المعهد هذا كيقري، هو المعهد تقريبا اللي كيقري المعهد ديال الطيران اللي كاين في المغرب. الو اي واحد بغى يدخل واحد المجال اللي هو ديال الطيران كيخصو يدخل، يعني بغى يكمل في المعهد ديال الطيران ولا هاد المجال ديال سميتو، خصو ضروري يولد لشي معهد باش الا بغى يكمل البروسيدور تاعو قبل، خصو داك الماء، خصو داكشي اللي غيكمل فيه، خصو ديجا معهد اللي يكون قاري فيه هادشي ديال لايغونوتيك. دونك في المغرب هاد السونتر هذا اللي هو سونتر دي اسمالا كيقري داكشي ديال لايغونوتيك، مي ماشي 100% كيقري لايغونوتيك، كيقري لايغونوتيك و او ميم طون كاين لاندستري، باسكو عيني الانسان غادي يولج للشركات، هذا بزاف د الحوايج. دونك ماشي هو 100% لايغونوتيك، ولكن هو كيخولك باش تدخل بزاف ديال المدارس ابخي عندهم علاقه بلايغونوتيك، حيتاش لي مودول اللي عندك كانوا كيقراو كيكونوا نصهم يعني في لايغونوتيك ونص تاعهم كاين في لاندستري. يعني اما كتكون عندك واحد ليدي، كتكون عندك واحد لا باز على لي ميتي دايغونوتيك، على لايغونوتيك، على لي ميكانيك دافيون اكسيتيرا، ومعاك كاين تعدد ديال المجالات. يعني ما كاينش شي فورماسيون وحده اللي فيها الميكانيك دافيون، كاين ميكانيك، كاين شودغونوغي ايغونوتيك اللي كيصايبوا فيه مثلا لي بيس ديال الطياره، كاين يعني كل شيء، يعني اي حاجه كتعلق بالطيران كتقدر تقراها تما، فهمتي؟ وهكا وكاينين عاوتاني دي بروف اللي هما يعني سبيسياليتي ديال لايغونوتيك، الوغ دي بروف اللي عندهم فريمون اكسبيريونس في لايغونوتيك تيقريوك. دونك يعني ديك ليكسبيريونس وانت كتقرا ممكن يعني تزيد ايفالي يعني الفالور تاعك ولي كومبيتونس تاعك لايغونوتيك. إذا بعد التكوين كيخرجوا تقنيين متخصصين ولا واش كيتسمى؟ لا، في الاسماله كاين دي تكنيسيان وكاين دي تكنيسيان سبيسياليزي، ما كاينش غير اللي سميتو، كاين تكنيسيان، لي تكنيسيان هما اللي كيكون عندهم النيفو باز،
اللي كيكون عندهم نيفو باك ديك الساعه وهما كيكونوا يعني قراب شويه لي سبيسياليتي ديال الايرونوتيك. كاين اجوستاج مونتاج سيلول دايرونيف، يعني كاين فلي تكنيسيان، كاين شودغونوري ايرونوتيك، يعني اجوستاج مونتاج هما اللي كيركبوا لي بيس ديال الطياره، بحال مثلا الجناح ديال الطياره تيركب ليه داك الشيء، كيديروا ليه لاجوستاج، يعني كيديروا ليه لاجوستاج يعني داك المهم بحال تيركبوه وداك الشيء. كاين شودغوني ايرونوتيك اللي كيقراو كيخدموا في لي ماشين وداك الشيء ديال الايرونوتيك ديال الطياره حتى هما. كاين عاود ثاني الماتيريو كومبوزيت اون ايرونوتيك، يعني لي ماتيريو كومبوزيت يعني زعما بحال مثلا مناش كيتكون يعني الطياره، يعني الغلاف تاعها الاول ديال الجناح تاعها كيفاش كيتصيب، يعني الجناح الثاني حتى هو كيفاش حتى كيتقاد. دونك تيقراو على لي ماتيريو كومبوزيت ديال الايرونوتيك. جميل جميل. لي تكنيسيان ولي تكنيسيان سبيسياليزي حتى هما عندهم نفس الموديل ولا كيختلف؟ نو لي تكني هادو هما لي تكنيسيان، يعني كيقدروا يخدموا في شي شركات مثلا، دوك الشركات كيكونوا هما كيعاونوا كيصايبوا في، يعني كيكونوا في هادشي ديال الطيران وهداك الشيء كيقدروا يخدموا فيهم لي تكنيسيان. باغ كونتخ لي تكنيسيان سبيسياليزي كاين اللوجيستيك ايروبورتيير. لوجيستيك ايروبورتيير هو لوجيستيك ديال المطارات، يعني اللوجيستيك ديال المطارات كيكونوا عارفوا في لوجيستيك ديال المطار، لوجيستيك ديال المطار كيكون شويه ان بي ديفيرونت على اللوجيستيك العادي. كاين عاود ثاني عندي تكنيسيان سبيسياليزي، كاين لوزيناج، كاين لوزيناج سور ماشين او كوموند نيميريك، يعني كيخدموا على لي ماشين ديال لي بيس، يعني لي ماشين فريمون ماشي ساهل انك تخدم على لي ماشين، لي ماشين كيقراوهم كيقراو دوك لي ماشين، ولي ماشين كتكون يعني خاصه، دونك خاصها تقرا عليها كيفاش كتدخل لي بيس، كيفاش كتخرجهم اكسيتيرا. وهاد باش اي موديل من هاد، يعني اي فورماسيون من هاد لي فورماسيون راه تتقرا فيها بزاف د الحوايج اللي كومباتيبل، ماشي كتقرا يعني زعما لا باز تاعها شنو هي، مي راه كتلقاها فورماسيون فهمتي كتكون غيش يعني فيها بزاف د الحوايج. وكتجي الميكاترونيك، الميكاترونيك هو اللي كيكون فيه الميكاترونيك ايرونتيك، يعني كيكون فيه شويه ديال لا ميكانيك دافيون اللي كتعمق شويه. وهاد لي فورماسيون كاملين ماشي كتلحق تختار انت الفورماسيون اللي بغيتي، هاد لي فورماسيون على حسب المعدل. دونك تادوك لي صحاب لي تكنيسيان كتكون عندهم يعني على حساب لي نوت تاعهم يقدروا يختاروا، ولي تكنيسيان سبيسياليزي حتى هما. يعني الا كنت عندك، الا كنت يعني الميكاترونيك سمحي لي ان شاء الله راه غنطرقوا اليوم في الاسئله اللي ماجي باش ما حرقوش مراحل. اي صافي واخا ان شاء الله. بغيت نسولك شنو هما الافاق من بعد التخرج، ملي واحد كياخذ الدبلوم ديالو اش يمكن يدير ليه من بعد؟ ملي كتاخذ صراحه المهم هذه النقطه صراحه مهمه بزاف وكيخصنا فريمون نشرحوها للناس، باش يعني ما يبناش ماشي بنادم يدوخ ولا يقولوا ليه لا تتقرا وهادي وفي الاخر، فريمون خصو يعرف الواجهات اللي كيخرج ليهم. ملي كتاخذ الدبلوم تاعك يعني كيولي عندك الافاق، اول حاجه بغيتي تكمل في الايرونوتيك تاخذ ليسونس بروفيسيونيل، باسكو الايرونوتيك ما كتقدرش تكمل فيه من مورا اسمالا، ما كاينش شي معهد اللي غادي يقريك من كاين اسمالا في نفس المدرسه كتقري ليسونس، كتقرا ليسونس ديال مانتونوس ايرونوتيك، يعني كتولي مختص في المانتونوس ايرونوتيك. المانتونوس ايرونوتيك شي حاجه اللي مزيانه اللي كدير المانتونوس ديال الطياره. المانتونوس هو يعني كتكون عندك واحد ديفيش كتعمرها، يعني كتشوف لي موتور واش مزيانين قبل ما تطلع، كيعطيوك واحد لافيش وكيخصك انت يعني تعمرها، يعني لي بيس ديال الطياره كاملين مقادين، هذا كلشي مزيان، هذا هو فريمون كيكون ايرونوتيك 100%، يعني داك ليسونس كيكون 100% ايرونوتيك، يعني ما كتكونش فيها كتفريمون كتدخل في الايرونوتيك، هذا هو ليسونس. هاد ليسونس كاينين صحاب اسمالا كيتعطاوهم الاولويه حتى هما اللي قارين هاد الشيء، وكيتعطاو الاولويه عاوتاني حتى لمدارس اخرين اللي عندهم باك بليس دو كيدوزو حتى هما الكونكور مع الناس ديال صحاب اسمالا، يا كيدوز فيه يعني كيكون فيه الفيزيك، كيكون فيه المات، كيكون فيه اونغلي، كيكون فيه اكري، كيكون فيه لوغال. الوغ كيكون فيه ليكري وكيكون فيه لوغال كيخصهم يدوزوه ديك الساعه باش كيدخلوا لهاد هاد المجال ديال ليسونس. هذه من المهم، هذه ديال واحد النقطه اللي كاين اللي بغيتي تقرا ليسونس في اسمالي يعني تكمل في الايرونوتيك، ما بغيتيش عندك ليسونس بروفيسيونيل مثلا في لاياك، لاياك اللي هي اكاديمي محمد سيد لافياسيون سيفيل، كتكمل فيها يعني كتكمل فيها ليسونس بروفيسيونيل حيت هي اصلا معهد ديال الطيران حتى هي، كتكمل فيها تما زعما الايرونوتيك. كاين عاوتاني كتقدر كاين اللي كيبغي هادشي كنهضروا عليه، كنتي باغي لي غونوتيك 100% بغيتي تكمل فهادشي ديال الطيران شي حاجه، كتقدر تكمل ليسونس اي بلاصه، اي غونوتيك اي بلاصه، دونك كتكون عندك ديجا عامين تقدر تكمل ليسونس تاعك الماستر في اي مدرسه مشيتي ليها. نسي اي بلاصه الا كنتي باغي تكمل في لاندستري، حنا كما قلت لك ديما كيقريو لنا داكشي ديال غونوتيك، او ميم بو كيقريو لنا دي موديول ديال لاندستري، الحمد لله كتكون واحد فورماسيون اللي هي شارجي.
دونك داكشي لانديستري كيخولك باش تمشي عاوتاني لانديستري. بحال مثلا ملي كتكمل كتقدر مثلا تدوز لي كونكور فلانسام فلانسام يعني تاخذ ليسونس تاع فلانسام تكمل فلافاك تكمل يعني اي فلي فيستي اي بلاصه من هكا خصك تكمل فيها كتكمل فيها باك بلس 2 حيت كيكون عندك يعني بوبليك كتكمل في اي بلاصه بغيتي تكمل في لانديستري بحال هكا. المهم تقريبا هما الافاق اللي خديتي الدبلوم تاعك. ممتاز ممتاز. الواحد خصو يكون عارف قبل الافاق قبل ما يطلع. لا سيبغي دابا الانسان كيقول لك زعما انا غادي نقرا لي غونوتيك وفي الاخر فاش كيقرا عامين كيسحب لي كاين واحد المعهد اللي هو كينقلو كاين تما في اسماله هو اللي في اسماله كيقرا لي غونوتيك وفريمون كيكون الكونكور بالسيليكسيون يعني فريمون خص تكون شويه لا كومبيتونس. دونك الانسان كيخدم عليه والحمد لله راه بزاف الناس يعني كياخذوه وكيكون عاوتاني سيستم عندهم ميليتير دونك داكشي فهمتي زوين هذا هو لي سونس. الانسان اللي بغى ثم يتوجه في هذا لافاق يمشي في المانتونس ايرونوتيك راه مطلوب بزاف. مزيان مزيان. اللي بغى يولج لهذا المعهد واش كاين شي كونكور شي انتقاء؟ دابا كيكون لا سيليكسيون اذا كانت عندك سيليكسيون باغ مود كتدخل نيشان حيت قلنا كل موديول كل فورماسيون من هاد لي فورماسيون عندها واحد سيليكسيون تاعها. بحال مثلا ملي كنمشيو صحاب لي تيكنيسيان صحاب لي تيكنيسيان كيكون عندهم واحد لو كونكور قبل ما يدوزو يكون عندهم واحد الكونكور ديال السيليكسيون. دونك الا دوزو داك لا كونكور ديال السيليكسيون كيدخلوا الحمد لله كيدخلوا لسميتو على حساب كيدخلوا يعني لي فورماسيون لي بغاو. بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي كاينه من المره الاولى كاينه الميكاترونيك. الميكاترونيك كتبقى هي النيفو شويه اللي طالع شويه دونك اللي عندهم الناس اللي عندهم 14 فوق كيدخلوا لي غير في الباك اللي عندهم 14 فوق. عندك 14 فوق سيليكسيون كتدخل نيشان ما عندكش تبقى مثلا في لا ليست يشوفوا زعما واش لي نومبر زعما هما هذوك ولا شي حاجه باش كتعاود تدخل عاوتاني. يقدروا ديك الساعه يفكروا الا كانت عندك تقريبا ما بين لا مويان ديال 12 هكا لا مويان ديال 12 13 كتمشي. الا كانت عندك لا مويان ديال 12 13 كتمشي خاص كتاخذ لوزيناج كي خاصك دير لوزيناج لوزيناج ديال سور ماشين كوموند ا كوموند نيميريك. الا كانت عندك ديك لا مويان ديال 10 11 كدير لا لوجيستيك. اذا على حساب النقطه ديال الباك وكيحققوا في الشعبه على حساب النقطه ديال الباك فين كتاخذ الشعبه. يعني اذا كانت عندك مثلا انت 14 ولا شي حاجه والفوق وبغيتي دير مثلا لوجيستيك حتى انت كتقبل فيه غير هو بحال مثلا هذا دي كونديسيون يعني ميكاترونيك ما غاديش تدخل مثلا 10 11 12 13 خاص تكون عندك لا مويان ديال 14 والفوق. اذا اللي بغى يدخل خصو غير لا مويان ويدخل نيشان ما كاين لا كونكور لا لا مويان. اذا لا مويان كتعمر الدوسي كتدخل نيشان. مزيان انتي هي تفضلي صافي هادو مين يعني هادو اللي زعما هادشي بار سيليكسيون هادشي سيليكسيون كتدخلي ميشان. كانت عندك لا نوت قل ولا شي حاجه وبغيتي تدخل هذاك المعهد كتولي ديك الساعه الاداره اللي تحكم واش كونكور واش اي. مهم راك تعرف الامر الاداري كيفاش كيبقى واش الكلاس هو داك حيت ما كتكونش في الكلاس بزاف ما كيكونش الكلاس بزاف وكيكون يعني شويه اللي بغينا نهضروا شويه على القرايه ولا شي حاجه كيكون يعني سقط شويه في العام الاول فهمتي يعني ما كتكونش ما كايناش فريمون حيت حنا من المره اللي فاش دخلنا الصونط ولا شي حاجه كيتسحب لينا زعما صافي يعني تنقراو عادي وهكا هو باغ كونط لا تيصفيو في العام الاول. العام الاول فريمون كتكون تصفيات كيخليو غير شويه لي ميور كتكون تصفيات في العام الاول ضروري خصوصا لي ميكاترونيك. وحتى باش كاين عاوتاني في اسمها لا اون ميم طون كاينين الناس اللي كيقراو الميليتير هذا مهم هادي دار كوطي ولكن هذوك الميليتير ما كتمشي ليهم عبر اسمها لا كيكون دوط خمايين باش كتدخل ليهم. بحال مثلا كيقريو تما دوك البي ان بيرسون نافيغون كوميرسيال هذوك اللي كيطلعوا لي بيرسون نافيغون كوميرسيال اللي كيكونوا كيطلعوا في سميتو بحال هذوك المساعدين ديال لي زوتيس دو لير كيكونوا كاملين مي هذوك ماشي بار اسمها لا كيكونوا سيستيم ميليتير. بحال مثلا كاين اللي كيجي من المعاهد ديال لايرونوتيك اللي كاينين عندي الاخرين. وعاد باش نسيت كاين واحد المعهد في مراكش حتى هو معهد في مراكش كاين حتى هو لايرونوتيك كيخدم هذا نيشان كدير فورماسيون ديال عام وكتدخل ليه كتكون يعني صراحه ما عقلتش على السميه تاعو اكزاكتومون ولكن كتدخل ليه يعني كياخذوا الناس كيعطيو اولويه للناس اللي عندهم لايرونوتيك صح. مزيان مزيان. دابا نتعمقوا شويه في داخل المدرسه شنو التخصصات اللي كاينين والمده ديال الدراسه واش كاع التخصصات فيهم نفس المده؟ كاع التخصصات فيهم عامين كتكون التخصصات كلهم عامين كتقرا عامين وكتاخذ الدبلوم تاعك ديال كتاخذ الدبلوم. والتخصصات عامه
حد دابا في السد ديال قبيله تكلمتي بزاف على التخصصات ودابا نحدوهم اكزاكتومون. قلنا واخا قلنا قبيله كاين اجوستاج مونتاج د سيلول دايغونيف، هنا هادشي بوغ لي تكنيسيان. دونك بوغ لي تكنيسيان قلنا كاين اجوستاج مونتاج د سيلول دايغونيف، هو اللي كنديروا فيه. المهم انا تنقرب لكم شويه على الموديول، اما باغ كونت راه ما يمكنش لي نغيزيم الموديول الموديول ولا شي حاجه، لا انا باغ كونت الفورماسيون ولا شي حاجه غادي نغيزيميها في كلمه واحده ولا شي حاجه، غير كنقرب قراب باش الانسان تاخد عنده شويه ليدي. كاين عاود ثاني الفورماسيون الثانيه بالنسبه لهادشي لي تكنيسيان، كاين شو دغونوغي ايرونوتيك. بالنسبه عاود ثاني للفورماسيون اللي هي الثالثه، كاين ماتيريو كومبوزيت اون ايرونيف. هادو هما ثلاثه دي فورماسيون اللي كاينين في التكنيسيان. بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي قلنا كاين لوجيستيك ايروبورتيير، كاين ميكاترونيك، وكاين لوزيناج، لوزيناج سور كوموند ا ماشين نيميريك. هادو هما لي تخصصات. دونك ثلاثه بالنسبه للتكنيسيان، وكاينين ثلاثه بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي. ممتاز ممتاز، وكاملين فيهم عامين وتاخذ ديبلوم ديالك. كتاخذ ديبلوم تاعك اه سي فري. كتاخذ فورماسيون دو 12 ans، هي فورماسيون دو 12 ans. المهم بالنسبه لنظام الدراسه كيفاش كتكون مثلا الفاليداسيون لي موديل غتخباش كيفاش كتعمل؟ بدا دابور بعدا السونتر دي سماله شويه شويه مزيه، باسكو حيتاش هو بحال كنقولوا سيمي ميليتير ولا شي حاجه هكا، كيكون فيه يعني واحد القوانين، كيكون فيه انضباطات، كيكون فيه القوانين شويه صارمه. الا ما التزمتيش بيها، الا ما التزمتيش بها صافي تتخرج كتخرج. يعني بحال مثلا الا ما كانش عندك مثلا البادج ولا شي حاجه، الا مثلا كنعطيو مثلا بحال هكا، الا ما كانش عندك البادج، ما كانش هكا، ما كانش اللبسه، ما كانش بالنسبه للدراري مثلا الحسانه، ما كانش سالي دو درابو اللي كيكون نهار الاثنين ما حضرتيش ليه، الا كثرتي الغياب، دونك هادشي كيكون فريمون سبي صارمين صارم هادشي. يعني ماشي شي حاجه اللي تقدر دير على، يعني تقدر بصح فريمون تخرج لك. لا بزاف الناس يعني بزاف ديال اللي كان قدامنا كانوا مشاو ديك الساعه. بالنسبه للفاليداسيون كيفاش كتكون؟ كتكون عندنا، كيكونوا عندنا لي موديول اللي عندنا، كتكون عندك اول حاجه كدوز كل موديول كيكون عندك ليكزام، كدوز اكزام الاول، كدوز اكزام الثاني، كدوز لي زيكزام تاع ملي كتكمل ليكزام الاول ليكزام الثاني، كدوز اكزام د فان د موديول. دونك كل 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 موديل كل موديل كدوز ليه لي زيكزام تاعو الاول والثاني، وفي الاخر كدوز فان د موديول. في العام العام الاول اللي يعني الاخر ديال العام الاول كدوز فان د باساج، فانت باساج كيتجمعوا لك لي موديل ديال العام كامل اللي قريتي الاول. العام الاول اللي قريتي كامل كتجمع لك الفورماسيون كيتسمى فانت باساج، هذا هو اللي كتحدد النقطه تاعو في الاخر. العام الثاني عاوتاني كتكون نفس السيستم، كدوز دي زيكزام تاعك ابخي كدير فان موديل، كل موديل كدير لي زيكزام تاعو كدير لي في الاخر فان موديل. ملي كتسالي لي فورماسيون ديال فان موديل العام الثاني كتكون عندك فان فورماسيون، كيكون عندك اكزام ديال فان فورماسيون ماشي فان موديل، يعني كتكون جامع فيه داكشي اللي قريتي تقريبا كامل. بالنسبه للفاليداسيون كتكون على 10. الفاليداسيون كتكون على 10. وي سي فري. وبالنسبه لي غتخباج حتى كيساليو الدوره عاد كيديروهم ولا انت كيكون؟ لا بالنسبه لي غتخباج ما كاينينش. المهم انا معاك كيمشي عليا واحد شويه الوقت على الفورماسيون اللي كنت كنقرا فيها، دونك شي حوايج بحال هادو كيخصني نفكر فيهم شويه. لا ما كاينش اللي غتخباج، ما كاينش هادشي، ما عندناش ديك القضيه ديال غادك اللي غتخباش ولا شي حاجه، كاين بلي تفاليدي داز واللي ما داش يسقط. ها يعني ما كاينش، ما كانش عندنا ديك اللعبه ديال يعني كتكمل لي موديل تاعك فان موديل، يعني كيكون عندك فان باساج، فان باساج هو اللي كدوز العام الدوره الاولى سميتو، هذاك الا ما نجحتيش فيه صافي، يعني كتكون ادمي ولا ما كطاش ادمي. وفان فورماسيون حتى هو كتكون واش ادمي ولا ما كت ولا ما كطاش صافي سقطتي. مزيان مزيان، يا سيستم شويه صارم الواحد يوجد راسو فريمون صارم اه. دونك ماشي نقول للناس شي حاجه اللي سميتو، ولكن الصرامه كاينه في هذا الشيء، يعني خصو يوجد راسو غير باش ما يتفلاش. اما في القرايه الحمد لله حاجه اخرى عاوتاني، القرايه كتكون واحد روح المنافسه، كتكون هذيك تكون ماشي القرايه يقول الانسان صعيبه، فين ما مشيتي صعيبه، ولكن القوانين كتختلف، القوانين ماشي هما القرايه. صح عندك الحق، صح فهمتي، القوانين ماشي هما القرايه. القرايه زعما كتقدر تكون شويه صعيبه ولا سهله، باغ كونتخ القوانين حاجه اخرى، ديك الساعه خاصك تلتزم بيهم. عندي سؤال بخصوص المواد اللي كتدرس بصفه عامه وبعجاله، شنو المواد اللي ممكن واحد يتصادح معها؟
دونك نقدر الصراحه ما غاديش نقدر نعطي اكزاكتومون مثلا لي موديل اللي قراو الناس اخرين، نقدر نعطي لي موديل اللي قرينا انايا اللي قريت في الميكاترونيك. الميكاترونيك لي موديل اللي قريت كان الميكاترونيك ايرونوتيك اللي هو الميكانيك دافيون. دونك كنا كنقراو الماتيماتيك، كنا كنقراو الالكتريسيتي، كنا كنقراو الالكترونيك الالكترونيك نيميريك، كنا كنقراو السيستم يعني الروبوتيك، كنا كنقراو سيستم ميكاترونيك يعني الاوتوماتيزم، كنا كنقراو الميكانيك، كنا كنقراو لي ماتيريو كومبوزيت. دونك كنقول لك فريمون فورماسيون كتكون شارجي، يعني كيخص الانسان فريمون يمشي بحد. كنا كنقراو يعني فريمون كان الموديل كان المات الفرونسي كان لاراب يعني هكا لي موديل اللي كانوا كيتقراو عندنا تقريبا. المهم كانت فريمون فورماسيون شامله، يعني اي حاجه كتبان لك كان فيه لي ريزو، كان فريمون فورماسيون كتكون شامله، خصوصا صحاب الميكاترونيك حيت كيقراو بزاف يعني لي موديل اللي كانوا كيقراو الناس الاخرين. ما شاء الله. بالنسبه للمشاكل والصعوبات اللي ممكن تواجه الطالب ديال السنه الاولى، مزيان يعرفهم قبل باش يوجد راسه. صراحه المشاكل الاولى هو اللي قلنا الالتزام، يعني الانسان ما يقولش زعما ما كيكونش مولف على واحد الجو ديال الالتزام بزاف ولا شي حاجه. دونك الالتزام مهم، دونك الالتزام حيت غادي تجي شويه القوانين شويه هكا يعني الباب صافي لا تسد ما غاديش كيتحل ديك الساعه بزاف د الحوايج. دونك خصك ما تنساش الباط تاعك هكا الديباط في القيصان، المهم كلشي. هادو بالنسبه كنشوف يعني المشاكل شويه كتواجهنا. كتواجه عاوتاني ناس شويه ديال الترونسبور بالنسبه للناس اللي كيكونوا ساكنين في كازا ولا شي حاجه، الحمد لله كيكون التواصل كيبقاو كيمشيو وكيجيو. بالنسبه للناس اللي ساكن بعيد كيكون الساكن في الضروه، يعني الضروه قريبه للمنسي واحد 5 دقائق باش وصل الاسماله، وكيكون ترونسبور تما كيكون قدام يعني الضروه، يعني مدينه فيها الكرا رخيص الحمد لله كيكريو فيها الطلبه، وكتكون يعني مامنه هي ما مامناش كمدينه الا سمعنا عليها بزاف، ولكن البلاصه ديال الطلبه قدام المدينه قدام الشارع الحمد لله كيكون فيه الامن، كيكون فيه كل شيء قريب لك اي حاجه، كيكون ترونسبور قليل. دابا كيقول لك بلاد ما هي حدا المطار كيفاش غندير انا تمشي نقرا فيها؟ هي راه الانسان كيسكن في الضروه تيقرا في الضروه، كتكون ديك الساعه 5 دقائق ديال سميتو. كاين اللي مثلا كيمشي بالبيكالا تاعو، كاين اللي كياخذ طاكسي، المهم ما كيكونش واحد الفرق ديال الوقت كبير بزاف كثير بزاف. يعني هذه المشاكل عاوتاني من جهه شويه، من جهه يلقى عاوتاني الضغط ديال الوقت، حيتاش الوقت كنا كنقراو بعض المرات من 8 تقريبا لوحده، من لوحده ونصل 6، ماشي مرات واحد دوغا ديال دو طون كتجينا بحال هكا، من 8 ل 12، من 8 لوحده، من 8 ونص تقريبا لوحده، ومن لوحده ونص لستة. دونك كتبقى ديك نص ساعه ديال البريك اللي كتاخديها كتكون شويه، ولكن هادشي غير يعني شويه ضغط بحال هكا، ماشي ما كياثرش الانسان العادي لونطو دي طون كتغير كيكون يعني ساعات خاوين. المهم زعما يعني كنعطي تقريبا بعض بالنسبه للدراسه، ما كاينش زعما المشكل ديال اللغه الفرنسيه ولا شي حاجه ما لا ما كاينش، هو فريمون كيقريونا يعني بالفرونسي و اكسيتيرا وهكا، ولكن ما كيلقاش الانسان مشكل باسكو اصلا مورا الباك الانسان كله غيتعود على الفرنسي، خاصو يتعود على الفرنسي واي حاجه اصلا هو يلا غادي يبدا من الباك ولا شي حاجه المصطلحات كيتعطاو الحمد لله فورماسيون كونطيان. دونك كتولف على داكشي ما كاينش، حيت الانسان اصلا يتعود على الفرنسي. ذكرتي السكن، ما كايناش لانتيغنا في المعهد؟ لا كاينه لانتيرنا، المهم فريمون داك واحد هو ما غير يديروا هما لانتيرنا، غيديروا لانتيرنا ان شاء الله في سميتو هذا زعما لانتيرنا ولا الترونسبور، ولكن واش ابليات دابا ولا شي حاجه فريمون باقا ما عرفتش شنو كان خلاو اخر مره. وبالنسبه للماكله كاين تما شي مطعم ولا الواحد كيجيب معاه؟ كاين واحد لونيفرسيتي مونديابوليس الحمد لله كاينين فيها المطاعم، كاينين فيها الحوانت هكا، وغالبا المدام كيكون داير احتياط غالبا كيجيب معاه شي حاجه تاعو، ما كاينين تما كاين الحمد لله كل شيء. مزيان حيت كاينين الطلبه ديال مونديابوليس، حيتاش اسم لا مونديابوليس ولا ياك مجموعين في نفس السيكتور قراب بعضياتهم كاملين، دونك ما كاينش تما واحد سميتو كاين كل شيء عادي، يعني الطلبه تما كاين كلشي كشي لا يقدروا يبغيو مكتبه اي حاجه. مزيان سؤال، بما انك طالبه وقريتي تما، شنو هما النصائح ديالك باش نكون انا من المتفوقين في المعهد؟
صراحة أول حاجة تتركز عليها كتولي شوية الفهامة، يعني الفهامة كثار ما كتولي الحفاظة ولا شي حاجة. هذه بعدا النقطة الأولى، كتولي الفهامة كتولي التركيز، حيت داك لا فورماسيون خصوصا الفورماسيون كتجي في أنا ميكاترونيك كتبغي يعني شوية تخدم ما كتحفظش بزاف، دونك خصك تفكر يعني في الريزوليسيون دي بروبليم، كيفاش تصايب هاد البروغرام، يعني مثلا في لي سيستيم اردوينو بالروبوتيك بزاف د الحوايج، يعني في سيستيم ميكاترونيك في لا بي اي، هادشي كله كيحتاج شويه، يعني كيحتاج شويه تفهم اكثر، يعني تركز وتفهم. واللي بغى زعما يكون فوق هكا يعني خاص غير الحمد لله تكون يعني اول لي زيكزام يدوزو مزيان، في الفان موديل حتى هو مزيان، فان فورماسيون مزيان اكسيتيرا، يعني الحمد لله كلشي يدوز مزيان. وخص الواحد يخدم يوميا وقيل. لا المهم مادام خصو يخدم اصلا من مورا الباك، الانسان خصو يخدم حيت من مورا الباك عاد كتبدا الخدمه الحقيقيه، يعني عاد باش كيبدا خصو يخدم، خصو لي كومبيتونس داكشي اللي جمع هو اللي غادي ينفعو ان شاء الله في الخدمه، هو اللي غادي ينفعو في لي كارير تاوعو، هذاك الشيء يعني ضروري الخدمه، حيت الانسان خصو يولي عارف، باسكو ملي غادي يبغي ياخذ ان شاء الله واحد لابوست تاعو في واحد الخدمه ولا شي حاجه، راه ماشي غادي خصك تكون عارف شويه ولا عير قريتي هذا الموديل، فريمون خصك تكون عندك لا كومبيتونس داك الموديل، باسكو خصك تغيزولي واحد بزاف د الحوايج تابعينه، بزاف دي بروبليم باقي. ممتاز. سؤال آخر، هل يشمل التكوين داخل المعهد تدريبا ميدانيا؟ واش كاين شي ستاج؟ وي سي فري كيكونوا لي ستاج، بحال مثلا لي ستاج عاوتاني كيتوزعوا كيتختلفوا من كل فورماسيون. المهم ستاج كيكون دوغي ديال 3 موا، ضروري خصك دوز دوغي ديال 3 موا، وعلى حساب عاوتاني كل فورماسيون شحال كيعطيوهم دوغي ديال الموا. حنا في ميكاترونيك كان كيعطيونا الفورماسيون ديال العام الاول والعام الثاني خصنا نديرو ستاج، ولكن لي اوبليغاتوار هو العام الثاني خصنا ندوزو فيه 3 موا. وبالنسبه للستاج المدرسه هي اللي كتقلب لكم على ستاجات ولا كل واحد كيقلب لهم؟ المدرسه كتصيب لك الكونترا لاسيورونس، كتطبع لك الكونترا كتطبع لك لاسيورونس تاعك كتعطيهم لك تفرقهم لك، وانت خصك تمشي تقلبي على تقلب على ستاج. والستاج زعما ساهل تلقاه ولا كاين شي صعوبه؟ لا سي فري ساهل تلقاه، كتلقى بحال مثلا بغيتي ديال لايغونوتيك يكون المطار، كتكون لازيرام اللي كتخدم شركه هي المطار، كتخدم بزاف الناس ديال الاصماله، كتدير لهم ستاج تما، كتقدر تفعل ستاج في اي ميدان بغيتي، حيت قلت لك لا فورماسيون كتكون شارجي، ماشي يعني فريمون لا رومانتيك بوحدو، كتكون في لاندستري يعني تقدر تابلي في اي بلاصه. مزيان. سؤال اخر، بالنسبه كيف ما كنعرفوا الدروس او الفورماسيون اللي مور الباك كتكون شويه قاصحه، والطالب كيحتاج انشطه موازيه يقوم بها موازاه مع الدراسه، واش كاين هذا الجانب في المعهد؟ في المعهد تاعنا سي فري كاين هذا الجانب، حيتاش فريمون كدير دي زاكتيفيتي، لي بروف الحمد لله ما كيخليوكش تحس بداك ستريس، الحمد لله لي بروف ما كيخليوش تحس بداك ستريس انك تقرا، بحال مثلا كاينين دي بروف ديما دي زاكتيفيتي، ديما القرايه على شكل اكتيفيتي، المهم ما بغيتش نذكر يعني غنذكر بروف ونسى الاخر، وهكا فريمون كيكون واحد لاكتيفيتي كيكون واحد حسن ديال كيعرفوا يشرحوا، كيكون ناس قلال اصلا، كيكون ناس قلال في المعهد الو الاس اس ده، وكيكون الناس باغيين يقراو الحمد لله كيتفوكسوا عليهم مزيان في القرايه تاعهم. بالنسبه للجانب باراسكولير زعما النوادي، واش كانت كتمشي النوادي تما المسرح؟ الصراحه في العام اللي كنت غادي، العام اللي كنت كان عندي العام الاخر، كان المدير دار بزاف دي زاكتيفيتي، كان دار الميوزيك، كان دار لي زاكتيفيتي ديال سبور، ديال السبور كان داير فريمون، كان زاد بزاف ديال زاكتيفيتي، اي بوغ لانستون صراحه ما عرفتش باينه، اكيد مادام كانوا زادوا لي زاكتيفيتي غادي تكون ان شاء الله، غادي تكون باقي زعما لي زاكتيفيتي فاتوا تزادوا. ممتاز ممتاز. ربما هذا اخر سؤال اللي غنعطيه دابا، ومن بعد غندوزو للتعليقات نشوفوا لكاين شي اسئله. بالنسبه للتجهيزات والمرافق اللي كاينين في المدرسه، واش زعما القاعات كيفاش دايرين؟ كاين دي زونفي تياتر تبيات موجودين، مساجد، ملاعب الى اخره. كاينين لي زونفي بالنسبه للناس تما مانتونس ايرونوتيك، كاينه تما كاينه واحد لايغونير تما، كاينه تقريبا طياره ديال المويان، يعني البلايص تاعها كيكونوا المويان، كاينه تما كاينه اول هليكوبتر، هادشي باش كيديروا فيهم المانتونس، يعني كيتعلموا فيهم، كاين واحد الموتور ديال الطياره كبير الحمد لله، يعني كاين كاع لي زوتي ديال الطياره كيتعلموا فيهم الانسان واللي كيديروا فيهم لا مانتونس تاعهم. وكاين
بالنسبه لي زاتولي بحال مثلا حنايا مثلا كنا اللي كاينين لي زاتولي ديال اللي فيهم البي سي، فيهم كاين سيستيم ديال الميكاترونيك اللي ما تقدرش تلقاه في دي زوتر زونيفرسيتي ولا دي زوتر انستيتو. الحمد لله حنا عندنا كنديروا فيه البراتيك ديال الميكاترونيك اللي كيكون شي سيستيم تاعو شويه صعيب، واللي هو كيكون فيه الامتحان، يعني كيكون الامتحان فريمون 100% براتيك، دونك ما كيكونش فيه شويه تيوري شحال، دونك كيتشارج والريزولطا خاصها تبان للبروف. الا الريزولطا سيستيم كامل داز مزيان راه صافي فاليدي، كان شي حاجه في السيستيم بحال هكا راه ما كيشوفش التيوري. دونك عندنا البراتيك بزاف، فريمون مركزين على البراتيك بزاف. وبالنسبه للملاعب، عندكم شي ملاعب داخل المعهد ولا ملعب ديال الكره ولا ديال التنس؟ المعهد الملاعب ما كاينينش، ولكن كاين اللور ديال المدرسه تاعنا، دار المدير يعني بلاصه ديال دار المدير بلاصه ديال هكا ديال سبور، يعني كتقدر دير في اي حاجه. مزيان. كان هذا اخر سؤال عندي، وكنشكر جزيل الشكر اميمه على الصبر ديالها على كاع هاد المعلومات اللي عطاتنا، وصراحه غير انا كمسير استفدت عد المشاهد. الحمد لله. شكرا بزاف، والله يجعلها في ميزان حسناتك. امين ان شاء الله. شكرا مرحبا ضيوف. حاليا ندوزوا للتعليقات. كنطلب من المشاهد الكريم اللي عنده اي سؤال متعلق بالمعهد ولا شي نقطه ما مفهومهاش مزيان يطرح السؤال ديالو في التعليق، والاخت ميمه تجاوب ان شاء الله. نبداو باول سؤال. سي صلاح يقول: سلام، شكون الناس اللي يمكن يدفعوا لهذا المعهد، وشحال كتكون عتبه الانتقاء؟ شكون الناس اللي يقدروا يدفعوا لهذا المعهد؟ اي واحد خد الباك تاعو غيقدر يدفع لهذا المعهد. كيفاش كتكون عتبه الانتقاء؟ فاش كتمشي نتايا كدير لانسكريبسيون تاعك، كيعطيوك واحد الدوسي كتشريه كتكون تقريبا 50 هكا درهم، كتشري الدوسي تاعك باش كتعمرو ديال لانسكريبسيون. فاش كتعمر الدوسي ديال لانسكريبسيون سور بلاص، الا كان عندك لي نوطو شي حاجه المويان، راه كيحطوا الدوسي تاعك وتحطوه مع الناس اللي دايزين كانت في لا مويان ولا سيليكسيون اللي انت باغي تدخل داك الفورماسيون اللي باغي تدخل ليها. الا ما كانش ديك الساعه راه كتبقى تسنى حتى كيصيفطوا لك ميساج اكسيتيرا. نتمنى سي صلاح يكون جاوب وصل ليه. سؤال اخر، هل يمكن الولوج لهذا المعهد من وراء الباك؟ تقريبا جاوبتي على هذا السؤال. ممكن من وراء الباك اي واحد يقدر يدير هذا المعهد. احنا في انتظار الاسئله ديالكم في التعليقات، اي واحد عنده شي سؤال يطرحه. سؤال آخر، هل تكون هناك مباريات أو لا مباريات؟ قلنا كنا بالنسبة لصحاب لي تكنيسيان كتكون فيهم، وبالنسبة اللي بغيتي تدخل عاوتاني ليسونس كتكون المباراة كتكون فيها يعني لوغال ليكري ولوغال. إلا باسيتي ليكري مزيان الحمد لله كدوز لوغال، لوغال مزيان الحمد لله كتصيب الدوسي تاعك. بالنسبه للمباراه كتكون من مورا المعهد اللي باغي دير ليسونس، قبل المعهد ما كتكونش مباراه، كتكون غير كتكون قبل من المعهد الا كنتي تكنيسيان، الا كنتي باغي تدخل تكنيسيان وكتكون الا بغيتي ليسونس ديك الساعه كتكون من مورا ما خديتي المعهد تاعك كتكون ديك الساعه ليسونس. ممتاز شكرا بزاف. اذا طبيعه الحال في انتظار الاسئله ديالكم في التعليقات. الحمد لله راه حاولت نعطي الماكسيموم ديال انفورماسيون اللي غادي يحتاجوا منهم. الوغ حتى ما كنخليش شي سؤال بزاف. انا نتسناو واحد شويه و نتسناو ماشي مشكل. سؤال اخر ديال السي عبد الرحيم، هل هذا التخصص يتطلب وضع البكالوريا في المعهد ام ان نسخه من البكالوريا تكفي؟ يخصو فريمون حيت هو بوبليك، دونك يخصك تخلي الباك تاعك، ومني كتخرج الباك تاعك تتبع لك فيه دور 2 سنين ديال فورماسيون. اذا خص ضروري تحط الباك ماشي تجيب غير النسخه ديالك. لا ضروري تحط الباك. هذيك القضيه ديال كتجيب الباك الا كنتي في الايكول بريفي ولا سيمي بوبليك،
بريفي ولا سيمي بيبليك هما اللي كتقدر تحط فيهم غير نسخة الباك. باغ كونطخ شي حاجة بيبليك نو خص الباك تاعك يتحط. ممتاز، شكرا جزيلا. كان في الانتظار ديال الأسئلة ديالكم. إذن في حالة إذا لم تكن هناك أسئلة أخرى نكون وصلنا للنهاية ديال البث ديالنا، ونشكر جزيل الشكر ونعاود نعاود نشكر الأخت أميمة على كل المعلومات اللي عطاتنا، وصراحة معلومات قيمة، وأي واحد باغي يدفع المعاد ضروري يشوف هذا البث، عاد إن شاء الله يقدم على الدفع ديالو. وقبل ما نختمو الأخت أميمة من كلمة أخيرة. دونك اش غادي نقول لكم الكلمه الاخيره هو الصراحه الانسان، انا الصراحه هذه الكلمه بغيت نوجهها لاي واحد، الانسان ما يبقاش غير يسمع ويقول حق هذا المعهد مزيان هذا لا فورماسيون مزيانه، يتبع هو اشنو باغي، حيت راه في اخر المطاف راه غادي يرجع داكشي اللي بغى، فهمتي؟ ما يسمعش حيت هذا كيدير الطيران ولا مثلا هذا المعهد كيدير هذا ولا مثلا هذا حيت زوين نمشي ليه، الانسان ديما يتبع داكشي هو اللي باغي ويمشي ليه، وما يبقاش يسول عن دراسه ولا مثلا تاع مثلا كاع اللي باغي يكمل في ليكونوميك يقول لك لا فاك ولا هذه، لا يعني ديما الانسان يعرف هو لو شوا اللي باغي ويمشي في المسار تاعه، وحتى شي حاجه راه ما خيب الحمد لله، خص الانسان يخدم يوصل لها. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. نكون وصلنا للنهايه ديال اللايف، نشكر كل المشاهدين الكرام على تتبع هذا البث، ونشكر ايضا القائمين على هذه المبادره واحدا واحدا. وأن يكون آخر كلامنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتما كنشكركم حيتاش كتفيدوا التلاميذ صراحه بهذه المعلومات، حيتاش ماشي ديما كتلقى لي شي واحد اللي فريمون يعطيك المعلومات كانك مشيتي لتما وكانك خديتي ليكسبيريونس من تما، ماشي كلشي كتلقى كيعطيك هذه المعلومات في لي سيت ولا شي حاجه ما تلقاش مالوغوزمون، ولكن انتما الله يجزيكم الخير على بحال هكا. امين امين، واياك واياك. السلام عليكم، نهي اللايف وتبارك الله عليكم. ان شاء الله، السلام عليكم.